الخوف عند الأطفال هو حالة منتشرة جدا بعينوا منها الأطفال والأهل. رح نحلل ونحكي عن هالظاهرة مع المحللة والمعالجة النفسية السيدة ريما دروبي. ست ريما، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك ندى. الخوف عند الأطفال حالة منشوفها كتير منتشرة جدا، هي وبيعانوا منها الأطفال والأهل. هل هالخوف هو بالفطرة بيكون عند الولد بيخلق معه يعني، أو نحن اللي منخوف الولد نخليه يصير يخاف؟ هلا اول شيء حتى طمن الاهل، كثير بتلقى هذا السؤال وكثير بنسال عنه، وبصيروا يوصفوا لي انه كيف بخافوا اولادهم بالليل وبيقوموا بدهم يناموا حدهم، رح نحكي عنه ونفصلهم بعدين بعد شوي. بس اللي بدي اقول انه هذا شيء كثير طبيعي عند الولد، لانه الولد اول شيء بنموه النفسي هو يعني في قلق معين بيعيشه، والقلق هذا الشيء كثير طبيعي بيكبر معه، يعني حتى يتخطى بصير يعيش بصير يخاف من عوامل معينة يعني بيعيشها. بس اللي بدي أقوله أنه كتير طبيعي ما نخاف ونحن نكب خوفنا على الولد ونصير نتأثر وننبش وشو بدنا نعمل. هيدي مرحلة كتير طبيعية بعيشها الولد، هيدي كمقدمة يعني، بس يعني حتى نطمن الأهل أنه الخوف هيدا طبيعي، يعني مش شيء مكتسب، هيدا شيء طبيعي بيخلق معه للولد. طبيعي مش بيخلق معه، مع يعني الولد بالنمو تبعوله بنمو النفسي في كتير، إذا بدي أقول لهم أوكي عقد يعني بدهم منسميها نحن بالمفهوم الدارج أنه العقد النفسية، بس هي أنه المشاكل النفسية يلي بيقطع فيها حتى يتعلم كيف يكتسب شخصيته وكيف يكون هو وكيف يعرف هويته شو إلى آخره. هون بيقطع بهيدي المخاوف يعني حتى يتعلم ويوصل، في كتير إشياء بده يقطع فيها ويتخطاها. ضمن هيدي الإشياء في عنا الخوف يلي هو بيعيشه اوكي يعني، وبيعبر عنه بمخاوف معينه بالليل بالنهار الى اخره. هلا الخوف هو متعدد يعني، في عندنا مثلا اولاد بتخاف من العتمه، بتخاف من الحيوان، بتخاف من الحشرات، بتخاف من كثير اشياء. مزبوط. هلا مش نحن عم نعلمه انه يخاف من الحيوان؟ هلا خليني قبل اقسم الخوف، يعني عندي اول ما يخلق للسنتين مخاوفه بتختلف عن مثلا الثلاث سنين للست سنين. من اول ما يخلق للسنتين الولد مثلا بخاف، بننتبه كثير انه بخاف من الاصوات العاليه، وبتشوفي مثلا طفل بينقز وبصير يبكي من الصريخ من الاصوات العاليه بتزعجه. بخاف مثلا من وجوه غريبه بعمر معين، خاصة بتبلش معه بثامن شهر تاسع شهر تقريبا، بتبلش بنصير نحسه عم يستغرب الوجه الجديد يلي بفوت واللي بحاول يحمله، بيعبر عنه بالبكي إلى آخره. بخاف كمان بهالعمر هو صغير لحد السنتين من الانفصال عن أهله، بخاف انه ينفصل عن اهله يتخلوا عنه او هو يتخلى عنه لاي سبب اوكي. فهون الخوف بيختلف، مثلا من 3 إلى 6 سنين بيختلف خوفه، بصير يخاف من الليل، بصير يخاف من العتمه، بصير يخاف من الرعد، بخاف من صريخ الاهل مع بعضه، المشاجره مع الاهل. هيدول العوامل هون بيختلفوا. بخاف من الفرقاع اللي لقدي الاولاد كثير بتخاف منه هذا الشيء. هيدول هن مع الرعد، هو الصوت الاصوات العالية ما بيفهموا شو هو، كل شيء ما بيفهموا. هلا مثلا تناخذ الرعد اوكي او الفرقاع، شيء جديد عليه ما بيعرفه، دائما اول شيء بيصير بده يخاف منه. بعدين من 7 ل 16 17 انه بهالعمر تقريبا بيكون واعي، بيتغير خوفه، بصير يخاف مثلا من هموم الدرس، بخاف من الرسوب بالمدرسه، بخاف من الموت، بخاف من الحرب، يعني بيتغير، بصير الخوف عنده اكثر واقع، بصير من واقع الحياه، ببطل خيالي مثل هو وصغير. هيدا هيك فينا نقسم الخوف اذا بدنا بالاول. خلينا نبلش بالمرحله الاولى اجمالا. هلا كل ولد بيخلق بيكون عنده غرفه خاصه فيه، بينام الولد بغرفته، بيعودوا الاهل من ساعه اللي بيخلق ينام بغرفته. بنلاحظ انه وقت النتف بيوعى الولد بيصير فيه يمكن يمشي، بيصير يقوم من اوضته ينقل بده ينام حد اهله. مزبوط. هيدي بنشوفها اكثر شيء من بعد السنتين او قبل السنتين بشوي. هون كثير الولد بنحس بنبلش نلمس الخوف تبعوله خاصه بالليل، يعني بالليل بصير يبكي 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 وما بنعرف شو بيه، بيركضوا لعنده الاهل او هو اذا صار بيمشي
من بعد السنتين يعني عم بحكي، بيجي هو على غرفة الأهل وبيصر إنه ينام حدهم، وبصير كمان الولد بيستفز الأهل، بيصير يستعطف الأهل، بيصير يبكي أكتر حتى إنه بليز ارحموني خلوني نام حدكم. هيدا الخوف أول شيء بدي أقولهم للأهل، وكتير مهم هيدا الموضوع لأنه كتير عم بنسأل عنه. هيدا الخوف كمان بدي أرجع أقولهم هو كتير طبيعي، طبيعي بهيدا العمر، مثل ما قلنا عنده مشاكل نفسية بيقطع فيها، وهي كتير طبيعية يعبر عنها بهالطريقة. والبدي وضحه أكتر إنه هاي المشاكل النفسية هي طبيعية وضرورية لنموه النفسي، يعني إذا ما عاش ما مرق بهيدا الخوف في شيء مش طبيعي. يعني بد إلا ما يعبر بمطرح معين ولو شوي عن خوفه، يعني ولو هيك إلا ما يعبر بمطرح عن خوفه، فهيدا الشيء كتير طبيعي، ما يخافوا طبيعي. ما يخافوا الأهل، بس وين لازم تكون تصرف الأهل صح؟ يخلوه ينام حدهم ولا يرجعوه على أوضته؟ هيدي لا، هاي المشكلة. ضروري ضروري يرجع على أوضته، بس بأسلوب معين، اللي هو إنه أول شيء لما الولد بيبكي إن كان بأوضته وأنا رحت لعنده حتى أشوف شو بيه، وعيت بالليل وبدي روح لعنده حتى أشوف شو بيه، من شو عم يشكي. أهم شيء دايما ندى شو نحن الأهم شيء عنا؟ الحوار، بدنا نحكي مع هالولد قد ما كان صغير، بس أوريدي هون عم بحكي أنا من بعد السنتين، فبيكون بيفهم. فنحن بدنا نحكي معه نقول له شو اللي مخوفك، مش دغري من أي سبب، من لا سبب يعني إنه خلص نام وما في شيء، لا، خليني ظهر له شوي هالخوف، قد ما بيعرف يعبر يعبر، بدي ظهر له الخوف، بدي أقول له شو اللي مخوفك، بعدين بقول له ما تخاف، من بعد ما أكون سمعته بقول له ما تخاف، أنا حدك، أنا موجودة معك. هلأ إذا أصر على البكي فيني أتصرف التصرف التالي، إنه بقول له طب أوكي أنا ببقى حدك لحد ما أنت تخفى. فيني كمان تصرف تاني هو إنه جيب قصة، اقرأ له القصة حتى شوي اخذ له افكاره، ظهرها بغير شيء، مثل انه خلي الخوف عنه، خليه إيه؟ ينسى اللي خايف. مزبوط، غير له اتجاه افكاره حتى اللي لحتى يروح شوي بافكاره بعالمه انه لشيء حلو. كمان من بعد ما نخلص القصه ببقى بقول له انه انا بقي حدك لحد ما انت تخفى. هيدا نوع من الاطمئنان ضروري استعمله. اما اذا هو التجأ لي على التخت واصر انه ينام، نحن هون كتير مهم انه نضلنا صارمين، لا يعني لا، ممنوع منعا باتنا نوم حد الاهل. هون الصعوبة، وهيدا اللي كم حلقه صرت قايله هالكلمه وبعدني بسمع انه في اولاد بتنام حد اهلها والاهل بيسكتوا لها، يعني مصره انه الولد ما يجي على اوضه اهله. ممنوع نهائيا ينام حد الاهل، ممنوع نهائيا، حتى بحالات الخوف، حتى لو أصر فيني أتصرف مثل ما قلت قبل، بروح لعنده عقودته بقعد حده لحد ما يخفى، بس مش كمان أروح نام حده بقودته. أوكي؟ نعم. هيدي كمان عم برجع أقع بنفس المشكل. فمشان هيك لما بيجي بينام حدي أنا بدي أكون صارمة، بدي أقول لا يعني لا. بس في شغلة كتير مهمة هون كمان ضروري هلأ خطرت عبالي بدي ضوي عنها، هو دور البي. ما دايما نترك الاتكال على الأم إنه هي اللي بدها ترده على أوضته، لا، أنا هون بدي أعطي المهمة للبي. يعني البي مفروض يتدخل، مفروض هو يقوم لو عنده شغل، معلي يسمح لنا شوي، عندهم شغل اثنيناتهم هلأ الأم والبي، مزبوط الاثنين أو واحد منهم يعني، بس إنه ضروري وجود الأب بهيدا القرار كتير مهم، لأنه هو البي يلي بده يجزم ويقول له لا. نحن ما حكينا بعد بأدوار الأهل، بس شي نهار رح نحكي عن دور البي. بس هون كتير مهم هو يسند الأم، وهو اللي ياخد يكون سيد الموقف ويقول له لا، أنت بدك تروح على أوضتك تنام بغرفتك لوحدك. هلأ بحب أمه ترافقه تنام حده لحد ما يخفى، انطمنه بطريقة معينة، بس كتير مهم تدخل البي بهيدي القصة، بهيدي الشيء اللي عم بيصير. نعم. يعني كتير مهم، يعني دور البي رئيسي هون، انه ياخذ دور، ياخذ رأي حازم انه ما فيك، هو اللي بده يصر، هو اللي بده يعمل الحزم انه لا، انت اوضتك مستقله عن اوضتنا، وممنوع كل واحد مثل ما دايما، مثل ما كل واحد عنده فرشاه اسنانه الخاصه، كل واحد له مكان، كل واحد عنده سريره الخاص. نعم. فضروري ترجع على غرفتك قد ما كان. عم بدي اقول شيء انه الولد اوقات بيستفز الاهل،
بيستفزهم بالبكي، بيستفزهم بالعاطفة، بالحركة أو الحركات المهضومة مثلا. الولد كثير ذكي وبيعرف نقطة ضعف أهله، أنه هلأ معلش رح يخافوا ويقولوا حرام ويخلوني. صح صح، مش يعني الولد كثير ذكي وفعلا بينجح كثير أوقات بينجح. هيدا فعلا. اللي ما نوقع لمصلحة الولد، ما نوقع بهيدا الفخ، لازم نرده على تخته. كتير مهم انه يرجع على تخته. برايك الحمايه الزايده وقت بنكون نحن كتير كتير بنخاف على الاولاد، او القسوه الزايده هون اثنيناتهم الشغلتين، بيأدوا لخوف عند الطفل؟ سؤالك كتير يعني حلو. يعني ممكن نحن نخلي اذا كنا كتير كتير بنخاف عليه، الاولاد الاهل اللي مسرسبين كتير يعني وبيخافوا كتير على الولد، بيطلع الولد اوقات جبان. صح، بيطلع بخاف. صح، لانه ما علمت ابني يحمي نفسه. الحمايه الزايده هي ما بتتخيل قد ايه مضره. يعني اذا الولد بخاف هالقد بده يصير يخاف هالقد. الحمايه الزايده او المفرطه ما بيسوى. لازم نترك ولادنا توقع ترجع توقف، لازم نعلمها انه هي تواجه الخوف. هون شو بيصير؟ في كثير مثلا بحالات الخوف في كتير أهل هن بيحطوا حالهم مطرح الولد وبيعيشوا خوفه. شو بيصير مع الأهل؟ بيخافوا، بيصيروا يقولوا أكيد ابننا بيشي حتى عم بيخاف، بيصيروا يحطوا كل السوء يلي بيخطر على راسهم من أفكار بشعة سلبية بيحطوها وبيعيشوها، وبيصيروا هن عايشين، الأهل عايشين القلق إنه ليش ابني عم بيخاف. طيب إذا أنا بدي حط حالي مطرحه، طيب لكن مين بده يساعده؟ أنا كأهل وين ساعدته؟ أنا هون ما ساعدته، أنا حطيت حالي مطرحه، فهو الولد تلقائياً بيشعر أنه أهلي مش قادرين يحموني لأنه هن بنفسهم خافوا من نفس الشيء اللي مخوفني لإلي أنا. نعم. بتتخيلي كيف الولد؟ أنا رح أسألك يا هيدا السؤال بس خليله بعد شوي بنرجع نحكي فيه. في سؤال يمكن كل اللي عم يسمعونا هلا او عم يشوفونا يمكن بيجي ببالهم، انه هالولد اللي عمره سنتين وثلاث سنين وثاني يوم بده يقوم يروح او على المدرسه او حتى على الحضانه يعني على الجاردوري، ممكن يقوم بالليل هو خايف لانه ما بده يروح ثاني يوم؟ هالشيء ما بيعمل له قلق بتعتقدي؟ بس هيدا ما في ولد بحب ثاني يوم، خاصه بالعمر الصغير الولد بخاف من المدرسه، هالانسلاخ عن الاهل انه بيبعتوه على مدرسه او على حضانه. مثل ما قلت الانسلاخ عن الاهل، ليش بده يكون في اصلا انسلاخ؟ يعني اذا بدنا نحكي خليني اشرح اكثر. يعني انت قلتي للولد اللي بيقوم بالليل خايف لانه ثاني يوم عنده مدرسه، دغري انا بفهم ليه خايف من المدرسة، ليه خايف انه يروح على المدرسة؟ لانه انا اكيد بمطرح مثل ما كنا عم نحكي قبل كان في افراط بالحماية. شو بيصير عند الولد؟ بيصير حاسس انه هو هون مطرح امينه، انا ما علمته المواجهة العالم الاخر، ما حصنته، ما علمته يحصن هو حاله، ما علمته مواجهة الخوف، ما علمته انه يحمي نفسه. شو بيصير عند الولد؟ بيصير يفكر انه أنا بدي روح لهونيك، هونيك عالم غريب، هون مملكتي ليه؟ لأنه أنا هون مرتخي، لأنه أنا هون مرتاح، ما بفكر، ما بعذب حالي، ما بدي شد حالي وشد عقلي وأكبس شد على نفسي حتى فكر كيف أحمي نفسي بشي كمان. فمشان هيك ببطل يخاف، بصير يبطل يحب يروح على المدرسة لأنه حاسس أنه هو أمانه هون. هيدا بس إذا ما كان، بدي حط بين قوسين، بس إذا فعلا ما كان عنده مشاكل بالمدرسة مع حدا، لأنه دايما أنا بحط كل الاحتمالات. إذا فعلا تأكدوا الأهل أنه ما عنده مشاكل بالمدرسة مع حدا معين، حدا خايف منه أو حدا عم بيأذيه أو حدا، والولد ما عبر لهم، فأنا الخوف اللي بيعبر عنه الولد بالليل أنه ما بده يروح على المدرسة، إذن بيبقى من الحماية المفرطة يلي الأهل عم بيعطوا إياها. بحس الولد أنه هيدي مملكتي، أنا ما بدي أطلع. وخاصة خاصة كمان يلي بيبقوا مأملهم كل شيء بالبيت، من ألعاب، من كتب، من قصص، من حتى بيجيبوا له التابلو يلي تبع المدرسة مع مأملينه على البيت، بيجيبوه على البيت اللي بيكتبوا عليهم اللي نسيتهم انه اوكي هو الاقلام الى اخره، وبصير يعيش كل شيء بالبيت. يعني طب انا رجعت عم تحكي عن الحمايه والمفرطه والدليل المفرط انه عنده كل شيء، هو عنده كل شيء بحاجه لشيء. فانا شو عملت؟ انا بدي اترك وروح على المدرسه، اترك اهلي، خليني هون احسن. فانا شو عملت؟ برجع للي انت قلتي انه هالحمايه القويه خلته ما يحب يظهر وعملت له هالخوف، يعني لانه منه حاسس حاله بامان
فهو صار يخاف انه يتخطى عتبة هالبيت، ما بده يظهر منه، بده يضله هون، مشان هيك بيعبر عنا كمان بالليل. اكيد كمان الخوف اوقات الولد اللي بيشوف خلافات كتير ومشاكل كتير، خاصة بين امه وبيه، اذا كانت عائلة فيها خلافات وبتخللها صراخ واصوات عالية وخلافات بيناتهم، يمكن تضارب اوقات بيضربوا بعضهم قدامه، قد ايه هالشيء بيعطيه خوف واضطراب، ما بيأثر على الولد؟ قلت انا وعم عد مخاوف، انا وعم عد المخاوف تبع الولد كيف بيختلف، في مطرح باول الحلقه قلت انه بخاف من انه يبعد عن اهله. فالسؤال اللي عم تسالي انه لما الاهل بيتخانقوا قدام الولد، اول شيء بيخطر على راس الولد شو؟ انه اهلي عم بيتخانقوا، لانه عم بيتخانقوا رح يكبر اكثر، ليك كيف بيصير يروح بخياله اكثر، هني عم يتخانقوا رح يكبر المشكل أكتر، وخاصة إذا على الصراخ بصير أبشع، بخاف أكتر. ليه؟ لأن مخيلته بتصير تقله أنه هني رح يتركوا بعض، رح يفلوا من البيت ورح يبقى هو وحده. وفي كمان شغلة تانية، أنه الولد يعني الولد واعي لهالدرجة، كتير واعي لهالدرجة. وفي شغلة تانية كمان بحس الولد وبتكون بتمرق هيك بلوعيه، اللي هي أنه بحس حاله هو المسؤول عن خناق الأهل، يعني بحس بالذنب. فتخيلي قديش بده تربي له خوف، وبده يعبر عنه بأشياء معينة بالنهار، بما انه موضوعنا نحن عم نحكي عن الخوف بالليل، فبده يعبر عنا بالليل. نعم. بده يخاف بالليل اكيد، بده يروح ينام حدهم ساعتها. ليه؟ لانه بده يتاكد انه هن بعدهم بحبوه، مش بعدهم مع بعض، بعدهم بحبوه، بعدهم موجودين، وبعدهم عم يحتضنوا. مشان هيك لما بقول انا نحن نروح ونطمنه هيدي قبل اي شيء تاني، انه نحن معك، نحن منحبك، نحن موجودين، ما رح نتركك، ونطبطب له لحد ما يخفى بقوته. مشان هيك لانه لها عده اسباب، بس انه لخني بليز هيدا كتير ضروري. انا ما بدي اقول انه تخانقوا من ورا الولد كمان، لا، صفوا اموركم، ما تتخانقوا بالحوار، لا اكيد بدهم يختلفوا، صفوا اموركم بالحوار مع بعض، هو شيء كتير صعب عم بطلبه. أكيد. انا عارفه لانه ليه تخانقوا؟ لانه ما في حوار طبعا. فمشان هيك قد ما فينا نتجنب انه نفرج الولد انه انت عايش بقلق الخوف انه نحن رح نتركك، لانه ما تفكروا المشكل بيوقف هون. لما الاهل بيتخانقوا مع بعض، الولد دغري حيكتسب هيدي الفكره وحيزرعها براسه، انه اهلي رح يتركوني، اهلي بسببي عم يتخانقوا، بتصير تتضخم اكثر واكثر براسه. ما بتعتقدي انه ممكن الاهل، ممكن الولد يتعود على هالمشهد الخلاف والخناق كمان بيأثر ويصير عنده شيء طبيعي؟ اكيد بيتعود الولد. شوفي بيصير انه اوكي ما كل يوم بيتخانقوا، يتخانقوا خلص، ما بيجي وقت بيتعود بيصير عنده امر طبيعي. شوفي بيصير عنده شيء طبيعي، انه الخناق بيصير طبيعي، بس الخوف والقلق بده يضل عايشين بجواته، يعني مثل كأنه بحطهم جواته، بيعمل لهم حيط، بسد هالحيط حتى يبطل يوجع، بس هن عايشين جواته، وبيعبر عنهم بغير مطارح، مثل ما قلنا بخوفه أو بتصرفاته مع أصحابه أو بالمدرسة مثلا، في كتير تصرفات بتنتج منشوفها عند هيدا الولد، مشان هيك منحلل. نعم. أوكي، تنعرف شو السبب. بس بنفس الوقت بيكبتهم بداخله، بس بنفس الوقت هو تعود انه صار هالمشهد من يومياته. يا ريت نلغي، اكيد ياريت. مش بيكون مش موجود، هو صعب بس للاسف موجود اوقات، وموجود بمرات، موجود بمطارح كتير، حتى بالالعاب الالكترونيه اللي عم بتكون للاطفال. عم بتكون لتخلو من مشاهد عنف ومشاهد قويه يعني على الولد. هالسبب هالشيء قد ايه بيسبب له خوف واضطراب؟ الالعاب الالكترونيه خاصه نحن ما عم نقدر نسيطر على ابننا شو عم يعمل وشو عم يلعب. هلا هو وصغير فينا شوي نحن نكون مسيطرين عليه، مش عليه هو بنوع السيطره، ما انفهم غلط، انه قصدي انه اقدر اعرف شو عم بشوف، شو عم بيلعب، شو عم بشوف. بس في بعض الاولاد بياخذوا التليفون، لانه بتعرفي هلا عم يخلق الولد عنده اكسي، عم بفوت على التليفون وبشوف، صار يعرف يفتش لوحده. كثير منيح، صار يعرف كثير مهم. الافلام العنف يلي بيحضرها حتى بالرسوم المتحركه بتاثر عليه، حتى بالكرتون بتأثر عليه بأي شيء بيحضره. فكتير مهم نعرف إنه هالولد شو عم بيحضر، وحتى قد ما فينا نبعده.
يريد خلينا نخليه يفوت على عالم مرح أكتر، يفرحوا أكتر، يضحكوا أكتر، نزرع له الضحكة ولو من إشي عم بيشاهدها. فأكيد الألعاب الإلكترونية إلى مطرحها، إلى تأثير كبير. طبعاً طبعاً. هلأ لو شوي زي على الموضوع، يعني نحن الكبار إذا بنشوفها عم نشوف مسلسل في مشهد هيك حزين بنبكي، يعني بنتأثر. لو ما تأثرنا او عم نشوف مشهد خلاف، انا بدي اقول ما بنتأثر كثير، بنعرف انه هيدا اوكي تمثيل بعيد عني ما إلي علاقه فيه. الولد كمان اذا عم بيشوف مشهد عنف على التلفزيون او على بحيالله شيء، ما بيعتبر حاله انه اوكي هيدا بعيد عني انا ما إلي علاقه فيه. شوفي، رح احكي عن الكبار والصغار. لما قلتي انه هو اوكي بعيد عن الموضوع بس انه بيدخل بموضوعنا، لما قلتي انه نحن بنتاثر باي شيء، مثلا اوقات بتنزل دمعتنا، اوقات بننجذب لفيلم معين، ليه مش لفيلم تاني؟ مثلا عندك حلقات مسلسلات بينزلوا هيلي بتحسي انه صديقتك عم تحضر هيدا بتقول لك لا هيداك ما حبيته، بينما انت حبيتيه. ليه؟ لانه كل قصه نحن بننجذب لها. ليه؟ لان بتوعي فينا وجع معين نحن عايشين عشناه او عم نعيشه او عشناه بالماضي. مشان هيك انت بتنزل دمعتك على شيء معين، انا لا ما بتعنيني، انا بتاثر بشيء وانت بتتاثر. مزبوط. فهيدا المشاهد اللي بنشوفها بشو ما كانت، كنا كبار وان كنا صغار، بتوعي فينا هالاشياء يلي نايمة، يلي نحنا يا عشناها يا اما بعدنا لهلا عم نعيشها. مشان هيك الولد نفس الشيء لما بينجذب لشيء معين، هي عم بتوعي شيء فيه عم بتخليه يعيشه. مشان هيك اكيد بطبيعتنا، نحنا بطبيعتنا في عنا الخير والشر طبعا. مشان هيك لما منفرج الولد افلام عنف، شو بكون عم اعمل انا؟ بكون عم قوي له ميلة الشر يلي موجودة فيه، عم غذيها، عم غذيها وعم نميها وعم قويها وعم كبرها وعم واكثر من هيك عم خليه يعمل ايدنتيفيكاسيون عليها، عم خليه يعمل تماهي فيها، يفوت فيها، يكتسبها ويصير هو بدوره عنيف. نعم. فكتير مهم نعرف عن شو عم يحضر الولد. يعني عندنا 3-4 دقائق بعد بس بدنا نحاول نرد على كثير اسئله بشكل لو سريع. شو اللي بخلي الاولاد يحبوا المشاهد العنيفه بالتلفزيون او بالالعاب الالكترونيه؟ ليه بيحبوها؟ ليه بيحبوها وبينجذبوا لها؟ قلنا لانه في شيء معين نحن بيتفجر فينا، يعني مثل ما قلت بالجواب يلي قبل، انه في شيء معين بيجذبني. ونحن ندم ما خلقنا هيك، نحن صحيح خلقنا صفحه بيضاء، بس في عنا بالنهايه في عنا ميله خير وفي عنا ميله شر. فهالشيء عايش فينا، بس نحن شو اللي منغذيه اكثر بحياتنا هو اللي بيطلع. وهون أهمية، بما أنه بعد معنا دقائق قليلة، هون أهمية دور الأهل. دور الأهل كيف هن أهم شيء بالخوف، بما أنه عم نحكي عن الخوف، أهم شيء كيف يرافقوا أولادهم بالليل، يعني يعرفوا كيف يتعاملوا معهم مش يعيشوا الخوف معهم، بدهم يرافقوا. هذا اللي بدي أوصل له أنا، هذا اللي بدي أوصل له. بدي أسألك، الطفل اللي هو بيعتبر أنه أهله هني مصدر الحماية لإله، هني كل الحماية، مزبوط ولا لا؟ إذا هالولد شايف أهله خايفين يمكن من الصرصور، بدي أقول لك من حيالله شيء، أوقات كثير بنشوفها هالأشياء. صح. طيب الولد أكيد بده يخاف. أكيد بده يخاف. يعني هذا مصدر الحماية اللي لإله اهتزت صورة أهله قدامه. مزبوط. بدي بس هون أنا شو الحل؟ هون أنا بدي أرحم شوي الأهل، مثلا إذا قلتي لي صرصور في كثير بخافوا. كثير بخافوا منه. أنا وحدة منهم بعرف. طيب هو شو بيصير بهالطفل؟ لازم، واذا كانوا بيخافوا الام والبيت نيناتهم من هالشغله كمان، هون مشكله كبيره. انا بدي اقول شغله، بدي رد على هذا. مثلا اذا منخاف من شيء معين وظهر قدامنا فجاه، اوكي، هلا الاهل بالنهايه بدنا نرحمهم انه هن كمان هن ناس. أكيد. وهن بيحسوا طبعا. مثل اي انسان بيحس، عندهم شعور مش معناتها نحن مخاوفهم، وعندهم عندنا شعورنا وعندنا خوفنا وهيدا. فمشان هيك يمكن بيطلع لك شيء فجائي تكون عندك رده فعل تخافي منها. شو بنتصرف قدام الولد؟ اكيد انا خفت، مثلا طلع لي شيء خفت وصرخت الى اخره، بدي اعبر عن مخاوفي. بس من بعد ما تخلص الازمه اللي بدي امرق فيها، باخذ الطفل على جنب وبقول له انا خفت لانه هيدا المشهد خوفني، بس بالنهايه بدي اشرح له انه هالشيء اللي مرق، الحشره اللي مرقت او اي شيء، كلب بسينه اللي كانت، الموقف اللي صار، هو حيوان، بشرح له عنه، بفسر له عنه أكتر حتى يصير في عنده فكرة عنه، وبقول له بالآخر أنه أنا خفت منه لأسباب معينة أنا ما بعرفها،
نقزتني، عندي شيء تاريخ مش حلو معها، عندي قصة خبرية معينة، بشرح له. من بعد ما اشرح له بقول له مش ضروري انه انت تخاف منه لانه انا خفت منه، انا عبرت نقزت عبرت عن خوفي، بس مش ضروري انت تعيش نفس حالة الخوف يلي انا عشتها، انه انت منفصل عني. نعم. وانت اكيد يمكن عندك مخاوفك اللي هي بتخصك لإلك واللي هي غير عني، فمش ضروري تتأثر فيني وتخاف عن مثلي. مشان هيك دايما بقول الصراحة، الصراحة بالحوار، لما حاور الولد تكون صريحة معه، قل له أنا خفت، مش أنه بعدين في كتير أهل بصير يقولوا لا أنا ما خفت أنا بس انقذت، بس بالوقت اللي هني بيكونوا عم يهجموا هني بيكونوا خايفين جدا. ألف شكر لإلك المحللة والمعالجة النفسية سيدة ريما درودي. مرسي. ألف شكر لإلك. لهون بتخلص حلقتنا، يعني بتخلص أوام على السريع للأسف. صحيح. شكرا لإلكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.